نتكلم عن الاناتومي للهارت، تمام؟ راح نتكلم عن الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم نعرف انه له تو مين كومبوننتس اللي هم ايش؟ الهارت والبلاد فيزلز، تمام؟ وفي السنه الاولى كنا نحكي انه الهارت هو اكت از ا بامب للبلاد، تمام؟ في عندنا تو سيركيليشنز للبلاد في البادي اللي هم السيستميك سيركيليشن والبلمونري سيركيليشن، تمام؟ بنعرف السيركيليشنز هذول من وين بتبدا، من الهارت. مثلا عندنا البلد عاده الدي اوكسجينيتد بلد، البلد اللي فيه فيري لو كونسنتريشن من الاكسجين بيرجع على الهارت عن طريق الفينوس سيستم، صح؟ بيرجع اخر شيء على الهارت، على اي بارت من الهارت، على الرايت سايد ولا الليفت سايد؟ بيرجع على الرايت سايد، على الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم على الرايت فينتريكل، ومن الفينتريكل هناك عن طريق بيطلع من الرايت فينتريكل عن طريق الترانك البلمونري ترانك، بروح ببلش هون ايش اللي هي البلمونري سيركيليشن، تمام؟ او بنسميها الدوره الدمويه الصغرى، تمام؟ اللي هي البلمونري سيركيليشن، البلد راح يروح حمل اكسجين، نزل سي او 2، بيرجع على الهارت، بيرجع على الليفت سايد، الليفت سايد من الهارت على الرايت ليفت اتريوم، ليفت اتريوم ليفت فينتريكل، وبعدين عن طريق الايورتا ديستريبيوت على كل البادي، تمام؟ هذه هي بنسميها السيستميك سيركيليشن، تمام؟ هذول السيركيليشن بشكل مستمر، تمام؟ طبعا عندنا هذا الهارت، البلد فيسلز ارتري فينز، بنعرف الفرق بيناتهم. طيب قبل ما نتكلم عن الاناتومي للهارت، راح نتكلم عن اريا في الثوراكس بنسميها الميدياستاينا. الميدياستا، شو الميدياستاينا؟ احنا اخذنا في الريسبيراتوري سيستم انه الثوراسيك كافيتي تو لانجز، تراكيا والبرونكاي والسيجمنتس تاعت اللانجز واللوبز واللانجز موجودين في الثوراسيك كافيتي، تمام؟ حكينا وكان يحكوا لكم انه السبيس الاريا اللوكيتد بتوين التو لانجز هذا شو بنسميها؟ بنسميها الميدياستاينا، الاريا اللي بيقع فيها الهارت بيجلس في الميدياستاينا اللي هو السنترال بورشن من الثوراسيك كافيتي، هذا الاريا بنسميها الميدياستاينا. راح اليوم نحكي بس بشكل عام عن الميدياستاينا، الديفيجنز تاعت الميدياستاينا، بعض الكونتنتس، بعض الستراكشرز الموجوده داخل الميدياستاينا، خصوصا يعني بنحكي احنا مع الكارديوفاسكولار سيستم انه الموست امبورتنت ستراكشر الموجوده في الميدياستاينا لها علاقه بالكارديوفاسكولار سيستم. بس في عندنا اذر ستراكشر، نعم في، مثل ايش؟ مثل الاسوفاجس، مثل التراكيا والبرونكاي، الثايموس، في نيرفز مثل الفيغاس نيرف، السمباثيتك ترانس، في عندنا كثير ستراكشرز موجوده داخل هذه الاريا اللي هي الميدياستاينا. طيب مثل ما حكينا هي الميدياستاينا هي ايش؟ السنترال بورشن. الميدياستاينا هي السنترال بورشن من ايش؟ من الثوراسيك كافيتي، موجوده بتوين التو لانجز او بتوين التو بلورال ساكس، البلورال ساكس بتحيط باللانجز، تمام؟ اذا الميدياستاينا بيقع بتوين التو ايش؟ مثل ما احنا شايفين بتوين التو لانجز او بتوين التو بلورال ساكس. لما نيجي نحكي عن الباوندريز، شو حدود الميدياستاينا؟ طيب من الاعلى شو راح يكون السوبيريور باوندري؟ من الاعلى طبعا على السايد، خلينا نتكلم على السايد، على الرايت والليفت سايد، شو في عندنا؟ اللنجز، تمام؟ اذا اللنجز من الاسفل اللي شو في عندنا؟ الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. من الاعلى ايش في عندنا؟ من الخلف ايش في بالاول؟ الفيرتيبرال كولوم، اي بارت من الفيرتيبرال كولوم؟ الثوراسيك فيرتيبري، تمام؟ ومن الاعلى بينتهي اللي هو شو بنسميه السوبيريور اوبننج الثوراسيك كيج. السوبيريور اوبننج شو بنسميها؟ ثوراسيك اوتليت. ثوراسيك اوتليت بتيجي على الباوندرز للثوراسيك اوتليت، من خلف بالخلف عندنا تي 1 ثوراسيك فيرتيبرا، على السايد في عندنا ريب رقم 1، ومن الامام عندنا هو الابر موردر ليش؟ للاسترنم، للمانوبوريا بتاعت ايش؟ بتاعت الاسترنم، تمام؟ اذا هذا الثوراسيك كيج. اذا هذا بشكل عام هم الباوندرز تاعت ايش؟ طبعا من الامام ايش في كمان؟ الاسترنم. اذا من الامام استرنم، من الخلف في عندنا الثوراسيك فيرتبري، من الاسفل ايش في عندنا؟ الديافرام، من الاعلى الثوراسيك كيج، وعلى السايدز ايش في عندنا؟ اللنجز والبلورال ساك، تمام؟ طيب هلا الميدياستاينم مقسم لتو مين بارتس عن طريق اذا بليدز. احنا بنعرف ان الاسترنال انجل، الاسترنال انجل موجوده هون، صح؟ هي junctions between ايش وايش؟ between المانوبريوم تاعت الاسترنم والبادي تاع الاسترنم، هاي الانجل اللي هون. اذا بنرسم هذا شو بنسميها الاسترنال انجل. اذا بنرسم خط ترانسفيرس بنعمل هوريزونتال بلين على هذا الليفل، يعني اكستنت من الاسترنال انجل في الامام
للانترفيرتبرال ديسك بتوين تي 4 وتي 5 او اللور بوردر للتي 4 تمام. هذا الهوريزونتال بلين بيقسم الميدياستاينم لتو ديفيجنز سوبيريور وانفيريور ميدياستاينم تمام. هذا السوبيريور ميدياستاينم. الانفيريور ميدياستاينم كمان بينقسم لثري ديفيجنز تمام. في عندنا الهارت بيقع في الميدل ميدياستاينم تمام. الاريا اللي انتيريور ان فرونت او ان فرونت للهارت اللي هي بين الهارت والستيرنم شو بنسمي هذا؟ بنسميها الانتيريور ميدياستاينم تمام. والهارت حكينا موجود في الميدل ميدياستاينم. الاريا البوستيريور اريا هذا الموجود هون بتوين الهارت والفيرتيبرال كولوم شو بنسمي هذه؟ بنسميها البوستيريور ميدياستاينم تمام. اذا عندنا بشكل عام عندنا سوبيريور عن طريق الهوريزونتال بلين سوبيريور ميدياستاينم وانفيريور ميدياستاينم. الانفيريور برضو ديفايدد لثري ارياز انتيريور ميدل بوستيريور ميدياستاينم. طيب هذه مره ثانيه هذه بنشوف ريبريزنتد ديفرنت كلرز. طبعا هذا الثوراسيك اوتلت سميناه صح تمام. هذا كلياته السوبيريور وهذا كلياته الانفيريور. في البلو هذا انتيريور وفي عندنا الميدل وفي عندنا في الخلف الجرين هذا الكلر اللي هو ايش اللي شو بنسميه البوستيريور ميدياستاينم تمام. هذا طبعا من الخلف الفيرتيبرال كولوم الثوراسيك فيرتيبرا وهذا ايش ديافرام ومن الامام الاسترنم. طيب نيجي هلا اول شيء على السوبيريور ميدياستاينم. الباوندرز معناته راح تكون ايش للسوبيريور ميدياستاينم؟ هلا من الاعلى ايش راح يكون الثوراسيك اوتليت، من الاسفل الهوريزونتال بلين اللي حكينا عنه، من الامام الباوندري الانتيريور المانوبريوم تاعت ايش؟ تاعت الاسترنم، الابر بارت من الاسترنم، من الخلف كونها واصل لعند بتوين تي 4 تي 5 معناته الابر فور ثوراسيك فيرتبري تمام؟ اذا هذول هم الباوندريز، هل مش بنحكي عنهم؟ ثوراسيك اوتليت، هوريزونتال بلين، مانوبريوم، ثوراسيك فيرتبري، وايش كمان؟ والسايدز اللنجز الابر بارت من اللنجز تمام. طيب نيجي هلا نشوف بعض الاستراكشرز الموجودين في السوبيريور ميدياستاينم. هلا هذول كلهم الاستراكشرز راح نشوفهم بالفيجرز يمكن تكون امور او احسن. اول استراكشر بنشوفه طبعا هذا البلين، هذا مستوى البلين اللي كنا نحكي عنه اللي على مستوى الاسترنال انجل تمام. شو في استراكشر؟ شو شايفين هون استراكشرز مثل ايش؟ اول شيء هذا الاستراكشر الموست انتيريور استراكشر ايش بنسميه؟ بنسميه ثايموس. ايش الثايموس؟ ثايموس جلاند. شو الفانكشن تاعتها؟ نعم هو بتكون السايز تاعها كبير ات بيرث تمام. هي المسؤوله عن البرودكشن والماتوريشن تاع التي سيلز، بس مع ايج وذ ايج يا مس الشخص بلش يكبر السايز تاعها بلش بتصير لها ريجريشنز، بتصير ديكريز بالسايز وبتتحول لفاتي تشو تمام، لانه بضلهاش فانكشنز. معظم الماتوريشن والبرودكشن للتي سيلز بصير ايش في التشايلد هود تمام. اذا اول جلاندز بنشوفه هذه ايش الموست انتيريور ستراكشر هو ايش الثايموس. طيب ايش كمان عندنا؟ عندنا بلاد فيسلز مثل ايش هذا ايش بنسميه؟ هذا السوبيريور فينا كافا. السوبيريور فينا كافا ريسيف بلاد من وين لوين؟ الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فينز تمام. ايش كمان في عندنا؟ هلا الايورتا اللي بيطلع من الليفت فينتريكل صح. الايورتا ليش مقسم؟ ascending بعدين بيعمل الارتش وبعدين سير descending تمام. هلا هذا الاسندنج موجود انفيرو مناش فيه. هلا مجرد ما دخل الايورتا على 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 الليفل تاع الاسترنال انجل شو بصير اسمه؟ وبيعمل ارتش، بصير اسمه الارت اوف اورت تمام. اذا من الاستراكشرز الموجوده في السوبيريور ميدياستاينم الايش الارتش اوف ايورتا تمام. وايش بيعطي برانشز هون؟ شو من 3 برانشز؟ طبعا هذا ايش؟ هذا الثايموس تمام. اذا هي الموست انتيريور ستراكشر، هي باي لوب ستراكشر مثل ما حكينا ات بيرث بيكون السايز تاعها كبير بس بعدين بصير ايش؟ بصير ديكريز بالسايز، بصير فيها ديكريز بالسايز. واذا بنلاحظ انه الثايموس اذا بنعتبرها من اي ستراكشر باي لوكيشن هي موجوده في السوبيريور ميدياستاينم بس كمان اكستند ايش؟ امام الهارت. اذا اكستند لوين؟ للانفيريور. اي بارت من الانفيريور؟ الانتيريور ميدياستاينم. كونها امام الهارت الانتيريور ميدياستاينم تمام. اذا واحد اذا الثايموس موجود بالسوبيريور اند اكستند تو ذا انتيريور ميدياستاينم تمام. طيب هذه بنشوف هذه الثايموس طبعا مثل ما حكينا هي ايش بتحول بس بعدين هذا مجرد فات بس
لأن السايز تاعها بصغر تحول لفاتة الشو. تمام؟ طيب مثل ما حكينا من الفيسلز الموجودة في السبيرو ميديستانم السبيرو فينا كافا وبرضه ايش؟ الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين. تمام؟ وفي عندنا فينز بنسميه الازايجوس فين. الازايجوس فين بوريكم اياها بالفيجر هذه، هذا الازايجوس فين موجود في الخلف درين البستيرور ابدومينال وول، هي شايفينه؟ بيطلع في الاعلى بيوصل للسبيرو ميديستانم وبيدخل وين كمان؟ على السبيرو فينا كافا. تمام؟ اذا السبيرو فينا كافا الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين بالاضافه الابر اند تاعت ايش؟ الازايجوس فين. هذول الستركتشرز فينز موجودين وين؟ في السبيرور ميدياستاينم. ايش في عندنا ستراكشر كمان ثاني؟ عندنا حكينا هذا شو بنسميه؟ الارش اوف ايورتا. تمام؟ ايش البرانشز؟ الثري برانشز هون. اول برانش بريكيوسيفاليك، ليفت كومون كاروتيد، والليفت سب كليفيان. اذا الارش اوف ايورتا مع الروتس تاعت البرانشز تاعته الثري مين برانشز تاعته موجودين برضه في السبيرور فينا كافا، سوري في السبيرور ميدياستاينم. تمام؟ هذا بنشوفه، هذا الارش، هذول البرانشز تاعته. واضح؟ طيب ايش في عندنا كمان ستراكشر؟ اذا صرنا حكينا عن الثايموس وحكينا عن الانفيرور فينا كافا والتريبيوتوريز تاعينه اللي هم الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين بالاضافه للازايجوس فين. حكينا بيطلع السند على البستير ثوراسيك وول وبيدخل وين؟ كذا. حكينا عن الارش اوف ايورتا والبرانشز تاعيته، الارش اوف ايورتا والايش؟ بريكيوسيفاليك ارتري والليفت كومون كاروتيد ارتري والليفت سب كليفيان ارتري. تمام؟ ايش كمان في عندنا في السبير ميديستاينم؟ التراكيا وبستير التراكيا. ايش في عندنا؟ الاسفاجس. تمام؟ هذول هم كمان من الاستراكشر الموجودين ايش؟ في الايش؟ في السبيرور ميدياستاينم. طيب هذه بنشوف، طبعا بنشوف هذا الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين، بنشوف كيف الليفت بريكيوسيفاليك فين كروس امام ايش؟ البرانشز تاعت ايش؟ تاعت الايورتا. تمام؟ هذا الليفت عشان يوصل للسبيرور فينا كافا. هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، ايش سميناه؟ الاسوفاجس. طيب في عندنا ستراكشر ثاني موجود في السبيرو ميدياستاينم اللي هو هذا شايفينه في الاخضر هون ريبريزنتد بالاخضر. هذا ايش هذا؟ هاي الثوراسيك داكت، هاي الثوراسيك داكت الليمف. تمام؟ تطلع هاي، تطلع برضه مع جنب الازايجوس فين، وبعدين وين تتصل؟ شايفين وين تتصل؟ تطلع على السبيرو ميدياستاينم. وين تدخل؟ تدخل في بدايه البريكيوسيفاليك فين، هون تفتح على البريكيوسيفاليك فين من الخلف. تمام؟ اذا الثوراسيك داكت من الاستراكشرز الموجوده في السبيرو ميدياستاينم. الهدف انا بديش احكي لكم يعني هذا الاستراكشر موجود تحددوهن، انا بدي اشوفوا يعني تحاولوا شو الاستراكشرز موجود، تعرفوا الاناتومي بشكل عام للسبيرو ميدياستاينم بدون ما تحفظ، بدون ما تطلع. ذكر صور السبيرو فينا كافا، الارش اوف ايورتا والبرانشز تاعيته، في عندنا الايسوفاجس والتراكيا في الخلف، في عندنا كمان الازايجوس فين. تمام؟ في عندنا الثوراسيك داكت، الثوراسيك داكت هي الليمف داكت. تمام؟ برضو السنت بعدين تطلع خلف الاسوفاجس لتصل لايش؟ ودرين الليمف تو ذا ايش؟ ليفت بريكيوسيفاليك فين. طيب ايش في عندنا في نيرفز هون؟ هاي الطحش الكبيره هاي الاصفر هذه. اول نيرفز اللي هم بنسميهم الفيجاس نيرف. الفيجاس الرايت والليفت فيجاس نيرف، هذول الرايت والليفت فيجاس نيرف. شايفينه؟ هذا الرايت والليفت فيجاس نيرف. شو الفانكشن الفيجاس نيرف؟ حد بيعرف عنه؟ نعم، الفيجاس نيرف هو اللي بيعطي باراسمباثيتك انرفيشن لكل الثوراسيك والابدومينال اورجانز. ايش؟ باراسمباثيتك. طيب وهذاك سمباثيتك. هو مش للبرونكاي، هم للكل يعني، مش للهارت للكذا. الباراسمباثيك شو بزيد؟ الباراسمباثيك شو بعمل بالهارت؟ ديكريز الهارت ريت. السمباثيك بزيد الهارت ريت، السمباثيك فايت ريسبونس. هذيك شو بنسميها؟ الباراسمباثيك ريست اند دايجست. مش ليش دخلت انجلش هذه؟ رايت والليفت فيجاس نيرف هيهم. تمام؟ هذول الرايت والليفت فيجاس نيرف هم اللي بيعطوا الباراسمباثيتك انرفيشن لايش؟ للثوراسيك والابدومينال فيسرا، الثوراسيك والابدومينال اورجانز. تمام؟ هذول هيهم شايفينهم؟ بدي احاول اشوفهم فيجرز ثانيه. طبعا هون هذا السبيرو فينا كافا، وهذا ايش؟ الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين، هذا الايش؟ الارش اوف ايورتا. تمام؟ هذول البرانشز تاعينه، هذا هيهم.
هذا بعد ما شلنا القدم نشوف هذول البرانش تاعت الايورتا. بريكيو سيفاليك ليفت كومون كاروتيد، هذا ايش؟ الليفت سابكليفيان. هذول هيهم شايفينهم، هذا الرايت وهذا الليفت فيجاس نيرفز. فيجاس نيرف هو كرينيال نيرف رقم 10 تمام، 10th كرينيال نيرف تمام. طيب هلا الكرينيال نيرف راح ينزل من السوبيرو ميدياستاينم وراح ينزل يكمل على الانفيرو ميدياستاينم، بس في واحده من البرانش استعينه والسنة الماضية سألت عنها سؤال بصراحة، وأتوقع حكولكم عنه في الـ في الريسبيراتوري سيستم. أها هذا الفيجاس نيرف شايفينه، هذا الرايت وهذا الليفت فيجاس نيرف. واحد من البرانش استعات الرايت الفيجاس نيرف نسميه الريكارنت لارينجيال نيرف. شو بيعمل ريكارنت لارينجيال؟ لسه امبارح متحنين فيه. شو بغطي باللارينكس؟ اول شيء السنسور ولا موتور؟ طيب لما تخلصوا بتروحوا، هو سؤال عن انرفيشن سنسور انرفيشن اللور بارت من الـ من الـ من اللارينكس تمام. طيب واحد البرانشز، واحد من البرانشز الفيجاس نيرف، مش حاسالكم عن الاشياء هاي بس انه تبعت الريسبيراتوري بس انه راح اسالكم. واحد من البرانشز تاعت الفيجاس نيرف الريكرنت لارينجيال نيرف، الريكرنت لارينجيال نيرف على الرايت والليفت سايد مختلفين اناتوميكالي. هلا هذا الرايت فيجاس نيرف شايفينه، هلا هذا الريكرنت يعني برانش تاع الريكرنت، هذا الريكرنت لارينجيال نيرف من الرايت فيجاس نيرف وين بيطلع؟ على ليفل اعلى تمام. هيو بيطلع من الفيجاس نيرف وبلف حول السابكليفيان ارتري وبيطلع باتجاه ايش؟ لللارينكس تمام. بينما على الليفت سايد، لا على الليفت سايد الريكرنت لارينجيال نيرف هيو شايفينه، هو برضه برانش من الفيجاس نفس الشيء، بس وين بكون؟ بكون البرانش هو ات لور بوزيشن تمام. بنشوف هذا هيو شايفينه بيطلع بلف حول الارش تاع الايورتا وبيطلع اسند للاعلى لحتى يوصل لللارينكس تمام. لذلك الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف هو من الاستراكشر تاعت السوبيرو ميدياستاينم، بينما الرايت رايت لا على مستوى عالي بالنك. الرايت احنا هون في النك، في منطقه النك احنا هون، بس هذا السوبيريور ميدياستاينم تمام. اذا الرايت مش من الاستراكشرز الموجوده في السوبيريور ميدياستاينم، ليش؟ لانه الليفل تاعه اعلى تمام. بينما الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف موجود في السوبيريور ميدياستاينم، واضح تمام. طيب هذا الايش الفيجاس نيرف، شو كمان النيرفز موجوده؟ نرجع على هذا، ايش كمان نيرفز موجوده في السوبيريور ميدياستاينم؟ هذول الترانكس شايفينهم، هذول السيمباثيتك ترانكس، احنا تحطوهم بالسنه الثالثه ان شاء الله في النيرفس سيستم. هذول السيمباثيتك ترانكس بيحملوا السيمباثيتك فايبرز للابدومين والثوراسيك اورجانز تمام. هلا الفيجاس هو اللي بيجيب الباراسيمباثيتك، بينما السيمباثيتك ترانكس هذول هم اللي بيعطوا السيمباثيتك انرفيشن، موجودين على طول الفيرتبرال كولوم. اذا بتفتح الفيرتبرال كولوم موجودين في تو ترانكس موجودين على طول الفيرتبرال كولوم، هذا بنسميهم سيمباثيتك ترانك. اذا السيمباثيتك ترانك بارت منهم برضه موجود في السوبيريور ميدياستاينم. اذا النيرف صرنا حكينا عن الرايت والليفت فيجاس نيرف، وصرنا حكينا عن ايش؟ الريكرنت اللي هو برانش الليفت ريكرنت والرايت ريكرنت، بس الليفت ريكرنت هو من الكونتنت تاع السوبيريور ميدياستاينم تمام. وصرنا حكين كمان عن ايش؟ عن السيمباثيتك ترانكس. في عندنا نيرفز هيهم، هذا وهذا، هذول شو بنسميهم؟ الرايت والليفت فرينك نيرفز، هذا واحد هذا واحد. هذول راح ينزلوا تحت في السوبيريو ميدياستاينم راح يكملوا. فرينك نيرف شو بيغذي؟ الدايفرام، معناته راح ينزل بالسوبيريو ميدياستاينم وينزل على الانفيريو ميدياستاينم لحتى ايش؟ يوصل للدايفرام، واضح؟ تمام؟ طيب هذول الاستراكشر من كاديفرز كنت تحبوا تشوفوهم كويسين يعني كذا. هذول مش البرانشز اللي حكينا عنهم قبل شوي، هذا ايش؟ الليفت بريكي سيفاليك فين، هذا الانترنال جاجولار فين، هذول بس استراكشر بالنيك. هذول البرانش تاعت الايورتا، رايت بريك سيفاليك، الليفت كومون كاروتيد، الليفت سابكليفين، هذا حكينا عنه ايش؟ الفيجاس نيرف. هذا ايش؟ هذا النازل من هون هيهم، هذول الفرينك نيرفز، هذا الفرينك نيرف شايفينه، هذا الفيجاس شايفين، هذا الليفت ريكرنت بلف حول
بس بيهايند الارش اوف اورتا وبيطلع السند باتجاه اللارينكس، بينما الرايت هيو تمام. هذا ايش حكينا عنه؟ هذا الفرينك. طيب هذا ايش؟ سبيرو ميديستاينا. مين يعيد لي بسرعه الاستراكشرز اللي شفناهم؟ ثايمس الارش اوف اورتا مع البرانش تاعين الروتس رايت بريكيسيفاليك ليفت كومون كارتيد والليفت كليفين. ايش كمان؟ سبيرور فينا كافا مع ليش؟ مع الستركتشر مع الفينز اللي بصبوا فيه اللي هم ايش؟ الرايت والليفت بريكيسيفاليك فين. مع ايش كمان؟ الازايبس فين اللي بيجي من الخلف. ايش كمان عندنا؟ الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت هاي الليمف تحكر الليمف موجود على البستير بتطلع حتى تروح تفتح وين الثوراسيك داكت؟ في الليفت بريكيوسيفاليك فين. ايش كمان؟ الاسوفاجس تراكيا ثايموس نيرف. شو في عندنا؟ فيجاس نيرف رايت وليفت فيجاس نيرف الليفت بس الليفت ريكارد لارنجيال نيرف السمباثيتك ترانك. وايش كمان؟ والفرينك نيرف. اذا هذا الاستراكشر كلها بنقدر نتصورها وين موجوده في السوبيريور ميدياستاينم. ننزل هلا على الانفيريور ميدياستاينم. في الانفيريور ميدياستاينم اللي هي حكينا هو بارت من الـ من البوستيريور هو بارت من الانفيريور ميدياستاينم. شو الباوندرز بدون ما تطلع هون؟ ايش الباوندرز هون من الخلف؟ ايش في عندنا؟ طبعا من تحت عندنا ايش؟ الديافرام. من الاعلى اللي هو الهوريزونتال بلين ذا ليفل اوف ذا ستيرنال انجل. في الخلف الثوراسيك فيرتبرا اللور 8 ثوراسيك فيرتبرا. من الامام الهارت على السايدز اللنجز تمام. طب الاستراكشرز الموجوده بدناش نشوفهم. هاي الاستراكشرز هاي اللي احنا نطلع احنا هون احنا شايلين الهارت ونطلع على الاستراكشرز الموجوده ايش في البوستير ميدياستاينم. اول استراكشر ايش بنسميه؟ هذا ايش؟ هذا الاسوفاجس تمام. وهذا الديسندنج ايورتا او الثوراسيك اورت تمام. الديسندنج قسم ثوراسيك وابدومينال. هذا ايش بنسميه؟ الثوراسيك ايورتا. وهذا ايش؟ الاسوفاجس تمام. اذا الاسوفاجس موجود اول شيء هذول الاسوفاجس موجوده هذول موجود مباشره انتيريور للفيرتبرال كولوم مباشره خلفهم الثوراسيك فيرتبري شايفينهم من الخلف تمام. بنشوف الاسوفاجس موجود اول شيء على الرايت سايد بعدين كروس امام الاورتا ويدخل في الاسوفاجيال اوبننج ليصل للاستومك في الابدومين تمام. ايش هذول النيرفز اللي حكينا عنهم قبل شوي؟ لا مش الفرينك. قبل الفرينك فرينك مش بالبوستيريور. فرينك بتنزل بالميدل. هذول الفيجاس نيرف رايت والليفت فيجاس نيرف بينزلوا بيعملوا زي بلكسس واحد الواحد بيعمل على انتيريور سيرفيس واحد بيعمل على البوستيريور سيرفيس حتى بينزلوا من خلال ديافرام وبيدخلوا شايفين بيدخل على الابدومين تمام. اذا من الاستراكشر كمان الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف نازل من الاعلى راح تنزل على الانتيريور والبوستيريور سيرفيس للاسوفاجس تمام. طيب ايش استراكشر كمان؟ تراكيا. في عندنا تراكيا هون تراكيا لا تراكيا اصلا هذا البيفركيشن تاع التراكيا على مستوى الاسترنال انجل على مستوى الهوريزونتال بلين تعطي البرايمري برونكاي مناش فيهم تمام. طيب هذا طبعا هذا بنشوف هذا بستير ريفيو للاسفيجس وال والثوراسيك ايورتا تمام. طيب ايش كمان عندنا ستراكشرز؟ ايش نعم هلا نشوفهم. قبل الثوراسيك داكت في عنا حكينا من الخلف شوف يا والله من الشرف ايش هاي السفينكس هاي السفينكس وهاي الايورتا هاي الفيرتبرال كولوم خلفهم. طيب من الخلف كمان شو حكينا قبل شوية؟ واحد من الفينز الازايجوس والهيمي ازايجوس فين برضو موجودين هذول مباشرة خلف الاسوفيجوس شايفهم؟ هذول الازايجوس والهيمي ازايجوس فين راح نحكي عنهم ليتر لما نحكي عن الفينوس سيستم. هذول موجودين كمان في البستير ابدومينال وول خلف الاسوفيجوس وخلف الاورطة تمام؟ الزايجوس هيمي ازايجوس فين. وايش كمان؟ هاي الدكت هذا شو بنسميها؟ الثوراسيك دكت شايفين؟ موجودة في البستيرو ميدياستاينم طلعت للسبيرو دخلت ايش؟ على بريكيوسيف على الليفت بريكيوسيفاليك فينز. طيب ايش كمان عندنا؟ طبعا وهذا البلاصفر ايش بنسمهم؟ حكينا سمباثيتك ترانس هذول السمباثيتك ترانكس هيهم شايفينهم؟ هذول السمباثيتك ترانكس موجودين على طول الفيرتبرال كولوم. اذا كمان موجودين وين؟
في البوستيريور ميدياستاينا. واضح؟ تمام؟ إذا الاستركشر الموجودة في البوستيريور ميدياستاينا ما شو؟ أيوة نعم. والثراسك أيورتا وإيش كمان؟ الأزايغوس والأزايغوس فينس وإيش كمان؟ إيشي؟ الفيغاس نيرفز، الرايت والليفت فيغاس نيرف، الرايت والليفت فيغاس نيرف بينزلوا في البوستيريور ميدياستاينم، واحد على الانتيريور سيرفيس واحد على البوستيريور سيرفيس للاس فيغاس. تمام. ايش كمان؟ السيمباتيك ترانكس. ايش كمان؟ والثوراسيك داكت. تمام. اذا هذول الاستراكشر موجودين في الايش، هاي كلياتهم موجودين في طبعا اكيد في الليمف نودز كمان. إذن هذول الستركتر كلياتهم موجودين في البوستيريور ميدياستاينم. طيب طبعا هذا مثل ما حكينا هذا الثوراسيك داكت، اول شيء بتطلع عليها الثوراسيك داكت هون. هذا الثوراسيك داكت بتكون اول شيء ماشي على السايد، بعدين تدخل خلف الاسفيجس وتطلع هون. هذا الزايغوس، هذول اللي هم الزايغوس فينز راح نحكي عنهم ليتر ان شاء الله. هذول البوستيريور انتركوستال ارتريس فينز، سوري. هذا في السمبات، هذول السمباتيك ترانك شايفينها، وهاي الثوراسيك داكت، واحنا هنا شايلين الاسفيجس للامام. هذا الزايغوس فين، طبعا مثل ما حكينا هذا الرايت والليفت فيغاس، هذا السيمباتيك ترانكس برضه موجودين نازلين من السبير ميدياستاينم، بتنزل على طول البرتبرا كولوم. اذا هم في بارت من السيمباتيك ترانك موجود في البوستيريور ميدياستاينم. الرايت والليفت فيغاس هاي منزلين واحد امام واحد خلف الاسوفيغاس وبينزلوا معاه للابدومين. طيب هلا الميدل ميدياستاينم، ايش الميدل ميدياستاينم، شو الاستراكشرز الموجوده فيه؟ اول شيء الهارت مع ايش؟ مع الكفرنج تاعه اللي هو ايش؟ البريكارديوم. الروتس تاعت اللارج فيسلز مثل الاسندنج، هاي هذا الليفل، هذا الاسندنج ايورتا هاي موجود في الميدل ميدياستاينم. البولمونري ترانك بارت من الانفيرور فينا كافا، من السوبيريور والانفيرور فينا كافا. تمام. هذول كل الاستراكشرز موجودين وين؟ في ايش طبعا، وفي نيرفز طبعا هلا راح نشوفهم اللي هم الفرينيك نيرفز. لا انسى الارتر والفين، صرنا نعتبرهم الهارت نفسه يعني. طيب ايش كمان عندنا؟ رايت الرايت والليفت فرينك نيرفز، خلينا نشوفهم بالصوره. راح هي هون شايفين طبعا، هون طبعا الهارت مثل ما حكينا مع الكفرنج تاعه اللي هو ايش؟ ميدياستاينم. الروتس تاعت اللارج فيسلز بارت من السوبيريور فينا كافا، بارت من الانفيرور فينا كافا، الاسندنج ايورتا، البلمونري ترانكس. تمام. والبلمونري ترانك وبارت البرانش تاعينه، ايش بيعطي البلمونري ترانك؟ شو بيعطي البلمونري ترانك هون؟ رايت والليفت بلمونري ارتريس، صح؟ اذا بارت من الرايت والليفت بلمونري ارتريس. برضه في عندنا من الخلف البلمونري فينز. اهلين بكير، وين شو جابك؟ يلا ماشي. تمام. اذا هذول الاستراكشرز تمام كلياتهم موجودين في الميدل ميدياستاينم، بالاضافه للنيرفز هذا اللي حكينا عنه اللي هو شو بنسميه؟ هذا النيرف شايفين نازل سبير ميدياستاينم وبينزل في الميدل بجانب الهارت وبيغذي الديافرام. شو اسمه هذا الاستراكشرز؟ فرينيك نيرفز. الفرينيك نيرف اذا هو بينزل من السوبيريور، بينزل في الايش؟ على السايد للهارت، بينزل في الميدل ميدياستاينم. تمام. طيب ايش كمان في عندنا استراكشرز هون؟ طبعا هذا بعد ما شلنا البريكارديوم بنصير نشوف الهارت. تمام. هذا البريكارديال فات، طبعا الهارت نفسه كله جزء من الهارت. طيب الانتيرو ميدياستاينم ايش في الانتيرو؟ الانتيرو ميدياستاينم اول شيء هو ايش؟ الباوندرز. وين الباوندرز تاعينه؟ هيو هون. من الخلف شو في عندنا؟ الهارت من الامام ومن الاسفل ومن الاعلى البلين، الهورزنتال بلين. تمام. والسايدز اللنجز. طيب هاي اشياء بسيطه. شو في عندنا في الاستراكشر زون؟ اول شيء الثايموس جلاند. الثايموس جلاند شفناها كانت في الانتيريور وكسنت شويه على الايش؟ على
اكستند على الانتيرو ميدياستينم. في عندنا ليجمنتس بيربط البريكارديوم مع الاسترنوم، بنسميها هي الاسترنو بريكارديا ليجمنت. الاريا الثانيه معبي فات، فيها فات يعني السبيسز معبي فات، واكيد في ليمف نودز. هذا الكونتنت تاعت الانتيرو ميدياستينم. هذول مثل شوف الاستراكشرز الموجودين ان تو بارت مثلا، يعني في عندنا 3 ستراكشرز موجودين في السبيريور والبستيريور ميدياستينم، اللي هم الثراسك داكت، الاسوفاجس، الفيجاس نيرف. ايش كمان؟ مش الثري هم بصراحة. مين يحكي لي؟ السمباثاتيك ترونك. نعم. ايش كمان؟ انا حكي هون ثلاثة بس مش ثلاثة. الفرينك موجود في السوبيريور وبينزل على الميدل. ايش كمان؟ الزايغوس فينز موجود في البستيريور وبيطلع على السوبيريور. ايش كمان؟ ثوراسيك داكت. لا الليفت ما بينزل على الـ على الـ على الانفيريور، بس في الميدل. تمام، لانه هو تحت الارش تاع الايرتا بيطلع. تمام. طيب التو ستراكشر موجودين في السوبيريور وفي الميدل ايش هم؟ السوبيريور فينا كافا والفرينك نيرفز. الفرينك نيرف بينزل باتجاه الهارت من ميدل ميدياستاينم، بيوصل لوين؟ للديافرام. 1 بالسوبيريور والانتيريور اللي هو الثايموس جلاند. الليمف نودز موجودين on all mediastinal regions. هذول الأسئلة تدربوا عليهم. في أي أسئلة؟ هو أنا اللي حكيت لكم regions تاعت mediastinum لا تحفظها، لا تفسكشهم والله في كذا وكذا وكذا. الإيميجينيشن تاعها أفضل إنك تحاول تشوفهم بالفيجرز، عشان هيك أنا حاط لكم فيجرز كثيرة. بالفيجرز تقرأهم من الفيجرز تشوف الستركتشر وين بتمر، بأي بارت بأي كومبارتمنتس من الإيش من mediastinum. تمام؟ المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نبلش بالأناتومي للهارت. يعطيكم ألف عافية.